الريجن والبريميديم، كل ده بيمثل الايه؟ اللينس بتاع الكابت بتاعي اللي هو دي، يبقى كان 150 مايكرون. يقول لك الريفركتيف اندكس بتاع الكيميديم 3.6 والالفا اس السكاترنج دوس 5 سنتيمتر ماينس 1. والجاما يقول لك احسب لي الجاما سنتر واحسب النمبر اوف نيوترونز. احسب النمبر اوف نيوترونز الاثنين، يقول لك لو انا قربت 50، لو انا قربت الشكل اللي احنا كنا راسمينه بتاع الجيم ده مع اللمضه ان هو بقى بيساوي 1.5 جاما ريشن فيوس ماينس لمضه بلس لمضه ايه على 2 سيجما ايه؟ 2 سيجما سكوير. طيب هو مدين اهو ده
عيني عينك. فرق وفاينل فاكتور. حلو. هو عنده شيء. انا صعب عليا ما خدتش بالي ان هو مديهولي. الجمر ومديهالي. تساوي 9 على 5. انت تخلي بالك. ماينس لندا ايه سيجما سكوير.
رقم 3 هو مديك شكل الجراف ومديهولك تو سكيل وانت هتحسب الجاموس ريشيو. هتروح راسم الجاموس ريشيو دي في الجراف وهتقطع الكيرف اللي هو بتاع الجين مع الجاموس ريشيو وتنزل تجيب الايه؟ تجيب اللوج. يعني المسألة دي موجودة بطريقتين نفس الفكرة موجودة بطريقتين بيقول لك احسب لي برضه عدد الناس. المرة دي مديك الايكويشن فانت هتساوي الايكويشن بايه؟ الجاموس ريشيو. المسألة رقم 3 هو مديك شكل الكيرف فهتيجي على الكيرف وترسم الجاموس ريشيو والنقطتين دول تنزل تشوف ايه؟ تشوف اللقطة بتاعتهم بكام؟ هو ده ايه؟ هو ده الباندو اللي سمعته. ده لما اجي احسب الفول ويدث اوف ماكسيمم بتاع الجين امتى الجين عايز اشوف الباندويث بتاع الجين نفسه اللي هو ايه؟ اللي هو ان انا اكون نزلت الفول ويدث اوف ماكسيمم بتاعه. لما اجي احطه كاكسليتور يبقى لازم اقارن بين ايه؟ الجاموس ريشيو بتاع الالفا ار بتاعه. ماشي؟ ده حل بس في الحقيقه المودز اللي هيحصل لها لازم هي دي. هي صحيح المودز اللي هتبقى على الطرف هنا خالص دي هيبقى الفاليو بتاعتها قليله بس بالفعل هي هتكون يعني هتلاقي شكل تيبيكال كده الاوت بتاع الليزر موجود فيجر الجزء تقول ايه؟
مش عارف انت تستخدم اللي هي جاما سيجن وايه متستخدمها جاما رد على الاثنين. استخدمها جاما رد على الاثنين لو هو بيسالك الباندلس بتاع الجيم ميديا بتاع المكان. الباندلس بتاع الجيم ميديا ما بنتكلمش على ليزر خالص. ممبر فولز الباندلس بتاع الجيم ميديا. لا انا بتكلم هو مش بيقول لك هو لما بيجي يعرف لك الجيم ميديا بيعرفه بالفورمتس اوف ماكسيم اللي هو هنا ايه مثلا عرفه لك بالسيجن. دي حاجة خاصية ليها علاقة بمين؟ ليها علاقة بالجيم ميديا بس. لما تيجي تحطه بقى جوه الريزونيتور فساعتها عشان تجيب المودز اللي هتكون يبقى لازم ايه؟ تقارنها بالنص. قارن الكيرف كله بالنقط اللي هيبقى بيساوي فيها ايه؟ هيبقى بيساوي فيها النص، تمام؟ لا يا جوش في الغالب بيبقى جوش دايما في التسهيل جوش بيبقى اسهل حاجة. سيجما دي اللي هي هنا
بنسميها السنتر كريشن، حتى كده بنسميها طيب احنا دلوقتي في السيمي كونتاكتور ليزر فاضل توبك واحد بس اللي هو الباور. عايزين تاخدوا بريك دلوقتي ولا مش هتعرفوا الباور الاول؟